دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي وعضو لجنه الجماهير اللي ليها دور كبير جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي في الوصول لهذا المنظر الرائع. دكتور محمد، اولا الف مبروك، وثانيا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بالنيابه عن كثير من جمهور النادي الاهلي للمنظر الرائع اللي احنا شفناه امبارح. بشكر حضرتك ممثلا للجنه الجماهير والمجلس اداره النادي الاهلي على الشكل الرائع اللي ظهر امبارح، ونتمنى ان يكون دائما خلال الفتره اللي جايه. اولا تحياتي طبعا ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لعبد الرحمن ناجي ولكل الساده المشاهدين ولكل جمهور النادي الاهلي، واشكرك طبعا على كلامك وعلى المقدمه الجميله دي، والحمد لله يعني بنهدي طبعا الفوز الكبير ده لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقه دكتور محمد، يعني طبعا انا بشوف، يعني انا بتكلم بقى من وجهه نظر فنيه، ان النادي الاهلي الافضل من الناحيه الفنيه في كل شيء من الهلال، ولكن في النهايه انت كسبت فريق قوي، فريق مهم، لكن شكل الجماهير واللي احنا ما شفناهوش، ولسه عبد الرحمن كان بيتكلم في هذا الامر، ان احنا كان وحشنا هذا الشكل الرائع، ولاول مره منذ سنوات طويله نجد ان كل ال50,000 اللي كانوا موجودين ويمكن اكتر كلهم راضيين عن اللي حصل وعن الدخول وعن الخروج وعن الاعلام وعن دخول الاكل وعن دخول الشرب وعن كل شيء. الحقيقه يا دكتور محمد، لا الحقيقه الحمد لله كابتن اسلام، يعني طبعا يعني لجنه المباريات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني حاولنا جاهدين يعني الفتره اللي فاتت ان احنا نكون قريبين من الملف ونشتغل عليه، وطبعا بقياده معالي الوزير العامل فاروق نائب رئيس النادي ورئيس اللجنه، وباعضاء طبعا دكتور محمد شوقي و الدكتور مهند مجدي والنائب محمد الجرحي. فالحقيقه كلنا بنتعامل كمنظومه واحده، ومعنا طبعا الدكتور سعد شلبي والعميد علاء مدير النادي، عمل مجهود كبير. الحقيقه كمان عايزين نثني على كل الجهات المعنيه الحقيقه في الدوله، الناس ما قصرتش معانا في الفتره اللي فاتت، لمسنا منهم تعاون وتجاوب على كل الاصعده، يعني سواء الامن في وزاره الداخليه، سواء شركه تذكرتي السادات. الحقيقه كل الناس كانت في تعاون، الشركه برضه الافريقيه في التامين، يعني احنا مش بس يعني كنا بنشتغل على اليوم نفسه او اشتغلنا اليوم نفسه، لا احنا قبل اليوم طبعا زي ما حضرتك عارف كابتن اسلام كان في اجتماعات كتير للجنه، وكلها طبعا بالتنسيق برضه، كان حتى يعني نتمنى له يا رب الشفاء العاجل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي باذن الله، يعني نتمنى له الشفاء العاجل يا رب، كان حتى في ظروف الصحيه بيتابع معانا وبيكلمنا واحنا في الاجتماعات وبيشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبيعمل اتصالاته مع الجهات عشان يسهل ويسلل العقبات على الجمهور. فالحقيقه كلنا اشتغلنا كتيم واحد كمنظومه واحده، والحمد لله يعني كان في تجاوب من الناس، وطبعا احنا كل ده يعني بنشتغل عليه ان احنا عندنا الثقه وعندنا الاطمئنان ان جمهورنا دايما دايما على قد الثقه، ودايما جمهور واعي، ودايما جمهور محترم، وعشان كده كنا بنشتغل من قلبنا ويعني ومش حاملين هم الحته دي، وهم فعلا كانوا على ارض الثقه امبارح، وزي ما حضرتك شفت وكل الساده المشاهدين شافوا المنظر امبارح كان حضاري، كان محترم، كان منظر جميل حقيقي. نشكر عليه كل الناس الحقيقه، جمهورنا والجهات الامنيه وكل الناس على خروجه بهذا الشكل. الحقيقه برضو يا كابتن دكتور محمد، عايز برضو اسالك فيما يخص ان هناك بعض الفيديوهات المفبركه، انا لسه كنت بتكلم عن هذا الامر اللي تم اترمت امبارح ما بعد نهايه المباراه، الحقيقه بغرض الوقيعه ما بين جمهور النادي الاهلي ووزاره الداخليه، ولكن الحمد لله وزاره الداخليه طبعا كالعاده الحقيقه تنبهت لهذا الامر وطلعت بيان، اتكلمت وبسرعه شديده جدا لفتت النظر الى ان هذه الفيديوهات هي فيديوهات مفبركه من سنه 2013. يعني بالظبط بالظبط يا كابتن اسلام، دي فعلا احنا اتفاجئنا بيها امبارح بعد الماتش. عارف بقى حضرتك يعني بيبقى في ناس كده بتحب تستغل يعني الامور دي باستغلال سلبي او استغلال سيء، لما بتشوف ان الدنيا ماشيه كويس والدنيا ماشيه حلو والناس طالعه مبسوطه، الجمهور فرحان، الناس بتتعاون معانا، في انسجام وانصهار ما بين كل الجهات والفئات، ف ممكن يبقى في ناس ما بيعجبهاش ده وما تبقاش مبسوطه بده، فهتضطر ان هي تفبرك حاجات وتعمل شغل مش كويس وتعمل شغل ممكن يعمل فتن ويعمل مشاكل. لكن طبعا يعني اكيد في وعي كبير سواء عند الاجهزه الامنيه او عند الجمهور، وفي بيان طلع يمكن من وزاره الداخليه امبارح مظبوط الكلام ده، لانه يعني كان متركب وباين ان هو متركب طبعا، مش جمهور النادي الاهلي ابدا يعمل كده، بالعكس احنا كنا كلنا حاضرين في الملعب، حاضرين من بدري يعني من قبل الفطار،
الحمد لله فطرنا كلنا مع بعض، وده كمان كان منظر جميل. يعني انت بتتكلم في تأمين ماتش بالشكل ده في رمضان، برضو صيام على كل الناس، ده حقيقة مجهود كبير من الجميع. وفطرنا كلنا جوه في الاستاد مع بعض، الناس كانت قمة في الالتزام، قمة في الاحترام. جمهور النادي الاهلي ما عملش اي احتفالات بهذا القبيل اطلاقا، كان تركيزه كله مع فرقته، بيشجع صحيح. فرقته، وحققنا الهدف الحمد لله. خليني بس يا كابتن اسلام اقول شهاده حق في حق المهندس محمد زكريا سراج الدين. انا كنت على تواصل دايما بالصدفه الفتره اللي فاتت مع المهندس محمد، ويعني حتى في قصه التذاكر وفي قصه قبل الماتش خالص، التنظيمات اللي كانت في الاول دي كلها كنت على تواصل دايما معاه. قفل التليفونات. لا 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 دكتور سراج ما بعناش، ده بالعكس انا كنت على تواصل معاه على طول. لكن خليني اشهد شهاده حق في حق هذا الرجل. الراجل ده كان متابع كل حاجة بشكل شخصي، يعني هو الدكتور محمد سراج، من أول بوابات الدخول لحد احنا، يمكن انا شفت منظر امبارح لسه كنت بحكي لك عليه قبل ما اخش على الهواء، وده كان واضح طبعا ان هو بتكليف طبعا من طبعا مجلس طبعا اداره طبعا النادي الاهلي بس يمكن طبعاً الطريقه اللي انا شفت بيها امبارح تنظيم الدخول وحتى الفطار، مجلس الاداره بالكامل اللي كان موجود امبارح فطروا في وسط الناس في المدرجات. صحيح. دي حاجه ملهاش غير معنى عائله الاهلي. هي عائله الاهلي فعلا، يعني كل اللي كانوا موجودين من مجلس الاداره تابعوا بنفسهم عمليات دخول على كل الابواب لحد الدخول للمدرجات نفسها من كل الاشخاص اللي حضرت. صحيح. يعني وفعلا حتى انا شفت في خلال اول ما طلعت الاشاعه دي، يعني اللي حضرتك لسه كنت بتقول عليها، بوست من النائب محمد الجرحي قال لك ان الصور دي مفبركه واحنا موجودين في الاستاد، الناس كانت داخله بازاز المياه وباكلها وعادي وفطرنا كلنا مع بعض يعني. فالحقيقه محمد جرحي كمان وقتها عمل اتصالاته بالناس واحنا بص خلي بالك يا عبد الرحمن، دايما لما بيحصل حاجه زي كده احنا يعني على طول كلجنه بنتابع مع بعض، ما بنتحركش فردي، يعني بيبقى في تنسيق ما بيننا، فطبعا بنبلغ رئيس اللجنه وبنتحب نبدا نتحرك بنعمل اتصالاتنا. فالنائب محمد جرحي عمل اتصالاته وانا عملت اتصالاتي مع الوزير دكتور شوقي دكتور مهند، كلنا يعني بنتحرك في نفس بتكليف طبعا من كابتن محمود الخطيب وبنتحرك للصالح يعني. فعشان كده الحمد لله. طيب. يعني زي فريق الكوره كده لما بيبقى فيه صحيح حاطين صهار وكله بيشتغل بجماعيه، ما فيش فرديه ما فيش انانيه، بيبقى فيه توفيق يعني. دكتور سراج برضو عايز اقول لحضرتك ان انتوا فتحتوا او مجلس اداره النادي الاهلي فتح السكه او فتح المجال لكل انديه مصر، لكل انديه مصر ال 17 نادي اللي موجودين في الدوري الممتاز وبقيه الانديه اللي موجوده في الدرجه الثانيه، ان يكون هناك خلال الفتره اللي جايه جمهور وبعدد كبير جدا من المواطنين او المشجعين اللي بيحبوا فرقهم ان هم يخشوا. وغالبا اعتقد ان ده هيبدا ان شاء الله بمباراه الاهلي وبيراميدز في النهائي، اللي سمعنا اخبار ان من الممكن ان يكون هناك 50,000 متفرج في هذه المباراه، او طلب ان يكون هناك 50,000 متفرج في هذه المباراه، مباراه نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. هل في اخبار نقدر نتكلم فيها في هذا الامر ولا لسه؟ طبعا بالنسبه للشق الاول يعني التزام، طبعا زي ما حضرتك قلت احنا بنتمنى، يعني احنا الهدف الكبير زي ما قلنا هو عوده الجمهور، يعني احنا ده الهدف الاكبر. نعم. احنا بنحاول نشتغل خطوه بخطوه، يعني الحمد لله احنا مبسوطين وفرحانين ان الخطوه الاولى تمت بنجاح، عشان احنا كنا حتى قبل الماتش بنعمل فيديوهات وبنقول ان فرصتنا في ايدينا وهاشتاج فرصتنا في ايدينا، ان احنا عايزين الفرصه دي نبني عليها. فالحمد لله عدت ومشيت على خير، فعايزين نبني عليها للي جاي. اعتقد ده هيبقى مفيد مش بس للنادي الاهلي، يعني هو مفيد لكل المنتخبات الوطنيه. الجمهور هو اهم عنصر في اللعبه، اهم عنصر في كره القدم. حقيقي. وحضرتك لعيب كوره كنت بتلعب في النادي الاهلي وفي المنتخبات ومر عليك كل الكلام ده، وانت حاسس كده كابتن اسلام معنى ان انت تلعب بجمهور ومن غير جمهور. فدي بتفرق جدا اكيد معاكوا كلاعيبه كوره في الروح في رفع المعنويات. فدي يعني مش بس تفيد النادي الاهلي، هتفيد كل المنتخبات الوطنيه، هتفيد كل الانديه الجماهيريه كمان، هتفيد صناعه كره القدم نفسها بتعاني. صحيح. فدي بالعكس احنا نتمنى ان الجماهير ترجع لكل الانديه، احنا مش بس بنقول النادي الاهلي، كل الانديه، لان ده هيبقى نجاح للرياضه والكره المصريه في النهايه. بالنسبه طبعا لمباراه بيراميدز لسه ما جالناش حاجه رسمي اقدر اقول او اصرح بيها، يعني في النهايه لما يجي حاجه اكيد هيبقى في اجتماعات وتنسيق برضو من خلال بقى دكتور سعد شلبي، هو اللي يقدر يرد ويتكلم في جزئيه زي دي.
حتى الان لسه ما فيش تاكيدات جات لنا بحاجه. يعني كل الاخبار اللي كانت او اللي جايه في هذا الامر انه 25000 للنادي الاهلي و25000 لبيراميدز، 25000 تذكره يعني للنادي الاهلي و25000 تذكره لبيراميدز، وبالتالي يعني دي الاخبار يا دكتور سراج. اه لا لسه ما فيش يعني لسه لم حاجه جات لنا نقدر نتكلم فيها رسمي، بس اول ما هتيجي اكيد طبعا دكتور سعد شلبي هو نوط انه يتكلم في امور زي كده. اظن بعد اللقاء امبارح ده بقلب جامد نقدر نقول دلوقتي ان طبيعي يحضر 50000 في كل ماتش يعني. احنا يعني نتمنى كل مباراه تبقى بساعة كامله يعني، ده تمنياتنا، واحنا مدين ايدينا بالتعاون مع كل الجهات، وده كان طبعا في كلامنا معاهم دايما، والحقيقه هم الناس مش متاخره يعني، الناس هدفها برضو ده يعني، هم مش ضد عوده الجمهور، بس هم طبعا كان بسبب مشاكل كتير اللي حصلت السنين اللي فاتت، فبيبقى الموضوع ليه ضوابط معينه، والحمد لله اعتقد ان هي ماشيه بشكل كويس ان شاء الله. خلال الفتره اللي جايه نجد دائما جمهور النادي الاهلي متواجد في الاستاد بعدد كامل. اخيرا يا دكتور محمد، احنا خلاص هنلعب في الاستاد خلال الفتره، استاد القاهره خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله برضه انا يعني برضه خلال البرنامج قناه الاهلي برضه انا بصراحه حابب اشكر شركه استادات جدا طبعا، ناس قمه في الاحترام معانا، متعاونين في تعاقد بيننا وما بينهم، ورغم كده برضو هم يعني عايزين مصلحه النادي الاهلي ومصلحه جمهوره، ففي مرونه وتعاون في الجزئيه دي معاهم، وبرضو هيبقى في اجتماعات اكيد من خلال مجلس اداره النادي الاهلي مع شركه السادات ومع استاذ سيف الوزيري برضو اللي انا حابب اشكره الحقيقه بشكل خاص يعني، يعني شخصيه محترمه وشخصيه بتجتهد بقوه لرفعه الرياضه المصريه بشكل عام. مظبوط. خلال الشركات الوطنيه سواء المتحده او السادات، لكن هو الحقيقه جزئيه السادات هم متعاونين معانا في الحته دي يعني، احنا كان عندنا تعاقد معاهم في استاد السلام، ورغم من كده برضه لما لمسوا ان في صعوبات عندنا في الموضوع ده سواء فنيه من ناحيه المدير الفني انه صعب انه يلعب هناك، او من ناحيه الجمهور عندنا كمان ان هو جمهور صعب استاد السلام بالنسبه له الوصول اليه وفي معوقات كتير، فكان في تجاوب منهم ان احنا يعني يبقى في لعب في استاد القاهره، وان شاء الله يبقى في اجتماعات اخرى ان احنا نحسم الملف ده باذن الله قريبا. ان شاء الله قريبا جدا كل هذه الامور يتم حسمها. انا مره ثانيه ببارك لحضرتك يا دكتور محمد، وبنشكركم مره اخرى على، واتمنى ان يصل صوتنا لكل مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه على هذا المجهود الكبير وهذا المجهود الرائع اللي حضراتكم بتعملوه. انا عارف ان هو حاجه يعني بسيطه جدا بالنسبه للي بيعمله جمهور النادي الاهلي واللي وقفه ومسانده ودعم جمهور النادي الاهلي، فانا يعني حابب ان انا برضو كاحد جمهور النادي الاهلي او واحد من جماهير النادي الاهلي ان انا اشكر دكتور محمد واشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي تعرض الحقيقه خلال الفتره الاخيره لحاجات كثيره جدا، ولكن يظل دائما كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الموجودين بيخدموا اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فبشكرك جدا يا دكتور محمد مره اخرى. شكرا كابتن اسلام، شكرا عبد الرحمن، وشكرا لكل الساده المشاهدين. شكرا جزيلا دكتور محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي وعضو لجنه المباريات.